السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نخش على الحلقة رقم 9. برضو هديكم مثال آخر لحتة إن الناس لازم تفكر في المسائل حتى الشرعية. يعني لو في أكثر من رأي، خصوصا أنا مش بتكلم المسائل القطعية، المسائل القطعية مفيش ليس لكم الخيرة من أمركم، لكن بتكلم على الحاجات اللي فيها كان اكثر من رأي. طيب انا بتكلم سنة 92، ده كان اول حج ليا، وكانت صكوك الركحي. ايه صكوك الركحي ده؟ بنك الركحي كان عامل نظام اللي هو ايه، تدفع صك للاضحية، وكان اغلى. يعني لو كان مثلا اضحية معرفش كان 500 ريال، كان مثلا عند الرجحي ب 700 او 650. تمام. المهم ان هو يتولى عنك الذبح، والميزه بقى بتاعتها ايه؟ ان هو كمان يصدرها للبلاد الفقيره زي الصومال ولا حاجه، يستفيد منها الناس الفقراء اللي حوالين العالم. طيب الوضع ايه كان غير الرجحي؟ اللي هو الجانب العادي خالص، انت تروح تشهد الذبيحه بتاعتك. الوضع كان هناك تروح، طبعا مش كل الناس تقدر تروح، بس يعني اللي كان بينوب ويروح ويشهد الذبيحه ويشهد إراقة الدماء، كان 95% من الذبائح ترمى في الرمال ويجي اللودر يدفنها. يعني مثلا انا طالع تبع الحاج ياسين، السيدة زينب مثلا، لو 210 احنا حاج، اقسم على 7 علشان لو هيذبح جمال او بقر او طفل، فانت عندك 30 ذبيحة. 30 ذبيحة يعني اللي هي مئات الكيلو جرامات. تمام. في الغالب الحاج ياسين واللي معاه بيجيبوا لهم مثلا 100 كيلو مثلا ولا حاجة، علشان يوزعوه على الناس ويطبخوا في المعسكر ويوكلوا الناس. تمام. ذبيحة واحدة من الـ30 ذبيحة اللي بقول لكم عليها اللي خاصة بالحاج ياسين بتكفيهم. امال الـ29 فين؟ بيتدفن. حد استفاد بيهم؟ لا، ده بالعكس، لو سابوهم هيعفنوا والجو حر وبتاع، لازم يتدفنوا. طيب انا الوضع ده هل يعني مبسوط منه؟ لا اكيد مش مبسوط منه. تمام. هو قال لك السنه اراقه الدماء، واراقه الدماء في الحالتين موجوده. تشهد ذبيحتك؟ لا مش هشهد ذبيحتي. دي شريعه ولازم تعملها زي ما هي، ماشي. بس ربنا بيقول لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منه. تقوى. طب اتقي الله ازاي؟ ان اللحمه دهيت حرام انها تتدفن. تروح للناس تقدر انها تستفيد بيهم تاكلها بدل ما الناس مش لاقيه تاكل. تمام. وكان في سنه 92 بقى نسبه اللي يروح للرجحي 10% بالكثير، اقل من 10%. وال 90% اولا بيفضلوا ان هو الفلوس اقل، تاني حاجه المشايخ بيقولوا لهم لا هو الاحسن انت تذبح وتبص وتعمل، مالكش دعوه تترمي تتعمل زي دونت وورك. تمام. انا لا، انا خدت الموقف الراجحي ومشيت معاه، والحمد لله الموقف ده هو بقى بدل ما كان اقل من 10% دلوقتي بقى ناس كتير جدا ونسبه كبيره جدا بقت تاخذ بهذا الراي، اللي هو انا شايفه في صالح البشريه. انت مش مخلوق لوحدك، انت مخلوق لانسان جوه مجتمع، والمجتمع ده لازم يكون اسلامي مترابط، بينه زكاه، بينه صدقه، بينه موده، بينه صله رحم. فلازم انت تبص للي حواليك، ما تنفعش تبص لنفسك بس. انا عملت الشعيره ودفنت الذبيحه، لا، طب ما تفيد غيرك يا سيدي. دي برضه من النوع الثاني، ان انت تفكر انهي الاحسن؟ انهي الاحسن؟ انهي اللي يفيد الناس والبشريه والمسلمين والصحابه؟ ربنا يهدينا جميعا. وكده الحلقة 9 نكون خلصناها، ونشوفكم الحلقة الجاية. سلام عليكم.